تعالوا بقى نروح لموضوع تاني. حضراتكم عارفين ان مش مجرد الاحتفال بيكون في يوم 6 اكتوبر او حتى الاسبوع الاول من شهر اكتوبر فقط، لا، الشهر بالكامل بيكون شهر بنحتفل من خلاله بانتصاراتنا العظيمه والمجيده في اكتوبر. طبعا وزاره الشباب والرياضه نظمت ماراثون دراجات احتفالا بانتصارات 6 اكتوبر المجيد. تعالوا نشوف مع بعض جزء كده من التقرير ده ونرجع نكمل. اتفضل. الهدف، احنا شايفين القيادة السياسية باستمرار بتؤكد على صحة الشعب المصري، على أدائه وعلى دور الرياضة والرياضة أمن قومي. أكيد احنا بنفعل الممارسة الرياضية، بنفعل ركوب الدراجات على اعتبار أنه رمز كبير جدا، نقول للشباب المصري مارس الرياضة، خلي الرياضة أسلوب حياة، هي دي صحتك. كمان احنا شايفين أو شفنا أزمة الكورونا كان من أهم المعالم الأساسية هي الرياضة، عشان كده بنوعي كل الناس بأهمية الرياضة. هو دي أول مشاركة ليا، فمش عارف، بس كذا حد من صحابي نزلوا وقالوا إن الموضوع كويس جدا وبيبقى منظم بشكل كويس. نشر الرياضة عامة وبالذات برضو الثقافة بتاعت الدرجات في مصر مش واخدة حقها قوي، فدي حاجة كويسة جدا. أنا شايفة إن هي تشجيع للشباب والكبار على إن هم فكرة الرياضة وركوب الدرجات وكده، دي حاجة ممكن نبدل موضوع العربيات وكده، بأن الواحد يحاول يستخدم يعني العجلة أو كده في أي مشوار مثلا ممكن يعمله يعني. طبعا مهم جدا عشان خاطر إحنا دلوقتي نقل المتحف من ميدان التحرير للرماية، العالم كله يعرف إن المتحف فين، وكل العالم يعرف إن في سياحة عندنا. أنا النهاردة عندي 74 سنة، مشترك برضو في الدراجات، ولازم نعمل لبلدنا المطلوب. المهرجان ده حاجه كويسه جدا، مفيد جدا للشباب، ان مثلا يلهي الشباب بعيد عن ان هم مثلا ما يعني يمارسوا على طول الرياضه، بيحفزوا الشباب دايما ان يعملوا حاجه كويسه، يمارسوا الرياضه، يبعدوا عن اي حاجه. يعني حاجه كويسه جدا من وزاره الشباب والرياضه انها بتعمل المهرجان ده كل سنه. بصراحه احنا طبعا بنحيي القياده السياسيه لاهتمامها بالرياضه، وخصوصا المهرجان بتاع الدرجات ده حاجه كويسه جدا وحاجه مشرفه، وحاجه بتبين قد ايه الاهتمام بالنشأ والشباب ورياضه الدرجات بالذات كمان. ويعني ان شاء الله ربنا يعدي اليوم على خير، وان شاء الله باذن الله تبقى حاجه كويسه، وان شاء الله يتكرر تاني باذن الله. ان شاء الله احنا بنشكر القياده السياسيه على اهتمامها بالرياضه وبالشباب وبالنشأ، ودي حاجه كويسه بتزرع في روح الشباب حب الانتماء للوطن وفي نفس الوقت رياضه، وبنعبر كلنا عن حب مصر. وبمناسبة انتصارات اكتوبر احنا جايين نشارك النهارده في هذا المهرجان الكبير بقياده معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي. وزاره الشباب دايما بتعمل لنا حاجات رياضيه، دايما بتسفرنا بره، يعني احنا بتبعت لنا ماراثونات بس خارجيه، مثلا بوابات السخنه، اسكندريه كده، وبيعملوا هم الماراثون ده بحيث ان هم يجمعوا الفرق كلها مع بعض، الرياضات كلها مع بعض. في فرق بتنزل كل جمعه، ده الطبيعي بتاعها، زينا مثلا احنا في الحلميه بننزل كل جمعه، ده الطبيعي بتاعنا، بس هم بيبعتوا لنا على المركز ان هم عايزين يجمعوا الناس مع بعضها، فبنيجي نتجمع كلنا في المكان ده، وزي ما حضرتك شايفه الدنيا منظمه جدا. يعني احنا طبعا تنظيم وزاره الشباب ده احسن تنظيم، احنا كنا الاول شغالين بتنظيم غير تنظيم وزاره الشباب، تنظيم مننا احنا بس، طبعا مع دكتور اشرف ووزاره الشباب بقى التنظيم احسن، وبقى الوجود متواجد معانا والتفاعل بقى كتير، وده حاجه لافته برضو كويسه ان احنا نبقى موجودين مع الحكومه وموجودين مع وزاره الشباب بصفه مستمره في اي افتتاح في اي مكان. طبعا يعني احنا مشكورين جدا لسياده الوزير ان هو بيهتم بينا وبيهتم بكل البايكرز، سواء اذا كان سبورت بايكس او كروزرز او عجل. طبعا دي لفته جميله ما كانتش بتحصل لنا قبل كده، ان حد يسمعنا وحد يشوفنا، وان احنا نوصل رسالتنا ان احنا كوميونيتي كبير وموجود، وبنحترم جدا الرولز بتاعت سياده الوزير، وطبعا بنحترم الرولز بتاعت البلد كويس جدا. يعني دي حاجه مشكوره جدا من الدوله ان هي تنظم لنا حاجه زي كده نظهر فيها بشكل لائق جدا يعني، ونشرف بلدنا.